مرحبا بكم الناس الكل على قناة تونس أب. اليوم أصدقائي بصفة خاصة ومن طلب من المشاهدين باش نعديو المسرحية كاملة اللي عملت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للكوميدي لطفي العبد اللي أما قبل ما نبدأو أصدقائي ما ننساوش نشتركوا في القناة ونفعلوا زر الجرس باش هكاك يوصلكم جديدنا الكل وما تبخلوش علينا أيضا بدعمكم بإعجاب. حسين ترسون عبير لا يوريه المو وانه قص عليه مرتين في المية وكيه اخبط عليه وخبط عليه الكفكاف وماش لازم تنفس بدون ريس وكسوح مشي التقازة سبيحة قلت كلسو العربية كيت البرشة جايفة مش عبير لو مشي كتسكت عن سيلرمان تريد دهاتها وفربيلها ويشنطخية عملة كده لا 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 ذوك كاس عاديين محبس عارف كم حابس تحط فيه مثلا تحط فيه كل شيء فهمتي شو هي مدورته بالهندي مسي جده هي مسي جده وروح عامله فيه وروح حاطه الرمان وروح حاطه الزيتون معاه سايبه الكليب عاد في الليل انت يعوي تقعد عليه هي محجرك مخدوم هكا وخدوم الرمان توصف الجمل نتاعنا الجميله ذي كنت تبع الكلمه كيف تشوفها راهو تعرف هو مخك نجم يعطش الحمد لله يا ربي يا زين الشعب الوحيد اللي يعمل في الخير وفي الشر فرق وقت الشعب الوحيد بجمله يكسب الحسنات والسيئات فرق وقت الحمد لله يا ربي يا زين الشعب الوحيد اللي الناي كان تاع الخير والشر يكتبوا فرق وقت في تاريخ الإنسانية عمرهم ما شافوا رواح من يكتبوا فرد وقت تكلم ليه كان تاع الخير تكتب تاع الشر راجل كان تاع الشر مرة داروا قالوا قاش تعمل قالوا نكتب قالوا غلط قالوا ليه ما كش غلط في تونس بالرسم نحن نقولوا برشا كلام زين لكن كي تحب ترجع ممكن تقلق نحكي كيفاش تقول في كلام زين لكن ويا قلق لازم نعرفوا علاش نقولوا في كلام زين شبينا اليوم الشعب الثقف قاري الحمد لله بس وين نقول في كلام زين كلام زين سي اون كولتور ورثه ورثناها ثقافه على والدين 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 والدينا ورثناها هما يقولوا كلام زين تعلمنا عليهم منين جبناه جبناه من خاخنا وكا امك هذيك وكا ابوك وكا عزيزك هكاكا كليو كيف تساعد مشكور ربيهم ربيونا للمان ما انتوما ربيتونا وكا من ماتك وكا الشياب شي يقولوا كلام زايد هذوك حاجه تعنوا تعمرة توا زعما هكا وخمار 60,000 عمرة باش ربي سجاي على مكة يا زي وكا الشياب هذوك شي يقولوا كلام زايد هذوك الرجال الكبار هذوك معدت الماء يقولوا كلام زايد ريتوا الكلام زايد هنا بعد كلام زايد يجي بعد الدكتورة الغشة ما تسمعوش كلام زايد اما موجود هذوك الشياب نتاعنا يخشوا كنتي ما في ملك يبداو قاعدين ثلاثة قرار يلعبوا في الخربكة كي وإزرائيل محزاقهم وانتي تدخل لهم جون كي عسلامة برك تغشيت أربع غشات وفي ملك توحل تقول لهم عسلامة يقول لك جيت جيت هذيك سيدي جا ما تلقى ما تجاوب انت قول لك اي اقعد اقعد هذيك تحس روحك احسن صحيح تحس روحك مش تقعد صحيح قول لهم مثال شو واقف ها واقف سيدي شفت القرارم انت تقول لي اسم تروحي اللعبة ذي صعيب عليا خان وخر وخر اكهو لا ما نسجي وخر ما عادك ما تقولهم وكان سيل كبار ربي خليهم عاد ما بيت قال شنو خرفت تبدا تقول في كلام الزايد في الدار وانتم ما كيكيش بيها ما ماتي خرفت عاد ما عادش يخو عليها حد ما خرفتش هذيك عزوزه نفت صفي في حساباتها قبل ما تتوفى مع عائله كامله هاي الكلمه الزايده وكيكيكي وما عادش تحب تخلص لا ماء لا ضوء لا كراء لا حد شيء يا خاص لازم الكلام الزايد وخلصي الضوء ها الضوء يا حاجه راهو عيب عم فيه ها عيب في عين البيض عيب لا نعرفكم عائله كامله
تعمل وتحكي لي على عيب. ها العيب يا حاج، ما يجيش عقلك لك خلص الضوء، خلص الماء، ها الضوء، ها الماء يا حاج، يس يا حاج، يا حاج راهو ستيك جاي معاهم الحاكم والبوليسيه والوالي والمعتمد، ها الوالي، ها الحاكم، ها البوليسيه، ها المعتمد، وها الماء. عجبتكم هذه ولا هاو الحاكم؟ مش عارف. العبد وبعد يقولوا لبس العبد اللي يقول كلام الزايد. باش ما يبداش سيدي بن سيدي السكتش هذايا التافه ويحكي كان على كلام الزايد وحد يقول انت والله سطحي باش تعمق معك اكثر. انا نكتب المسرحيه هذيا وجاتني فكره لاكس تاع كلام الزايد تاع كل سيدي. احنا شكونا بالضبط؟ مشيت بالرسمي روح. مشيت المحلل ومحلل تاريخي وانسان يعرف تاريخ تونس حتى ال 14، تاريخ تونس مش 150 سنه، 4000 و10 سنه سنه التالي، تونس اسميه بالضبط. عبد العزيز بن خوجه مشيت له صاحبي مؤرخ كتب كتب على تاريخ 14، قلت له عبد العزيز نحب نحكي على كلام زيد، كلمه اللي يدوخني الشعب التونسي قبيح بروفونديمون، حاجه عاديه اوتوماتيكمون. مسلمين قلت له نكسر مسلمين يقولوا كلام زيد، شبيك نكسر نلقى لي عايش خويا، ساعه قبل كل شيء ما كناش مسلمين. واضح؟ مالك 4500 سنة داني مانيش مسلمين. قلت شنو؟ قال لي نحن أرض أسقط راسها خلقها رب. اسمنا البر بر. البربر هذوما قال لك أطول لسان في العالم. درناتهم كيلو صف هاك تشوف كل الدرنات اللي عندنا وهاو لسان. قال لي ما لعبهم حتى. قال لي في بالك الكرتاج خرجوهم شو اسمه الرومان خرجوهم البربر باش بالدرنات اللي عندنا الرومان غار مدرب. بالكلام الزين. العثمانيين الدولة العثمانية وما أدراك جاونا عدوا معكم كلام الزين. الفرنسيس خرجناهم بأربع مقارن معوجين. بالكلام الزين كيفاش كيفاش خرجناها روما؟ في بالكم روما وما أدراك شو عملت؟ روما حكمت في العالم. روما الإمبراطورية أقوى من أمريكا. تو تقول له روما كانوا يمشيوا أي بلاد يخليوها النار بدنات وعندهم سيولة وعندهم الدنيا وتعاركوا مع العالم. هو نبدل الروماني يقول لك صح تحاربوا مع المغول مع كله تحاربوا معهم. بعد قال وكا صوت ظهر لي قالوا لنا فما البربر في افريقيا ما كانش فما تليفونات كما قبل والدنيا ما يعرفوش ما نظرنا فما وبين سخلونا الدرنيت وقبيح قالوا نهبطوا نحاربوا البربر العالم كله حكمنا فيه. جاو بكر سيولة نتاعهم بكر السفن نتاعهم دخلوا على كارتاج يلوجوا وينهم البربر يسمعوا فينا ما روناش موتي ما تحت الشجر القديم نحن كاستاي ودنيا وقاعدين شيخين لا 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 وشكون يعايط لنا؟ نحن الرومان ما راونيش يسمعوا في صوتنا نقول لك الدنيا كيف قالوا نحبوا نعاركوكم سخنوا انا جايين هما بدا يسخنوا ودخلوا حضري حضرتوا حضري الفيولا بتاعكم السيفه بتاعكم بر بر الرومان يا خماج الرومان نار والدي البوك امك را 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 زي 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 ها 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 حفلوهم صح ومش نهار نهارين زرنا لهم 200 سنه سفين حق مطيح لهم مقدرهم راهم برستيجهم في العالم ريت الرومان كيتعداو زرنا لهم 200 سنه هما ديما منظمين ما يخرجوش واحد يخرجوا صف معاهم فيوله معاهم قرايديه نتاعهم معاهم الرمح وكي يبداو طق 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 اللي راهم من بعيد يقطع حتى الشجر هما يبداو ماشيين مقدرهم ونطيحوا لهم مقدرهم كان يا الرومان شد الصف يا الرومان باصاص خامس جيب اختك الرومان يا حال حبرناهم 200 سنه هكاك عادي على حسابهم ردينا تصور انت واحد شدك نهارين بركه في الحومه تقطع يا اخي في الاخر تعرف شو عملوا صاحبي قطع جاك القسيس بتاعهم قال لهم الشعب هذايا لازمنا نبعدوا عليه قال لهم ديجا الشعب يكفر برشا ظهر لي ثلاثة أربعة أيام أخرين ربي باش يهز بهم الدنيا ويطخ بالحيوانات مش جرب تدور أرض ما تلقى حد مش ترسينا معاه قطعوا الروم ما خلاو حتى معزه معاهم قاموا التوانسه الصباح كالعاده العشرة نتاع الصباح كيدهم كابيسان ترى سيجارة يا وينهم الرومان خلينا نتطور يا الرومان انا جيب اختك ها يا الرومان ماشي بحط وينهم الرومان جاهم في الرزير قالوا مقطعوا من خمسة على الصباح قاموا يحفروا قاموا يربروا وتعرف على سمعنا البربر الرومان ما يفهمش بالعربي مقلوب ايه ربرب معناها يصعدوا معنا الدورة سمعنا البربر البربر خزر لي الحقيقة نقول لكم تقعد يسير خزر لي هو راو هو كي قطعوا الرومان في بالكم الرومان كهو
درنا على الرومان، درنا على العثمانيين، درنا على اليهود، درنا على الفرنسيس، ودرنا على الذي حكموا فينا تو في الاخر درنا على بعضنا. حسب الدنيا قطع، حسب المواد عملوا من هنا عصاف العزله، ما لقيناش كل الدور. في بالك تلما وصلنا للبيك تو بتاع السبان وكل مزيد ودخلنا بعضنا وصبوا في بعضنا. فحاجه ما نحبش نقول لكم، ما نحبش نقول لكم الغوفرنمون خافي منكم. انا شو نقول؟ تو بلوس يا ان موا اكثر من شهر الشواط انقطع. ما سمع حتى شي تعرف. ريت شواطنا وشواطن وبليس بيدو هبط، بليس يحكم في الشواطن. لقى الشواطن تاعنا عاملين مظاهره، ما عادش خادمين في تونس. فهمت كيفاش؟ تاريخ الانسانيه كل واحد لا قالوا شواطن اكثر منه، باش نخدموا معاه. قالوا قوموا لهم الصباح باش نعرفوا القوم تجي تعادل، قوموا لهم الصباح بكري باش يسبوا بعض، القوم تجي تسبوا بعض، قوموا باش تعملوا لهم النميمة، القوم تجي ينمموا على بعض، نمنا من هنا، نمنا من هنا، نمنا من هنا، نمنا من هنا. يا اخي جاي شيطان قرايد، شيطان قرايد ما تعرف فيهم قرايدين، هما هما واحد شيطان قرايد عايك بليس، قالوا سي بليس ما تحبش تكلم الشواط الاخرين حتى يحل القدم، قالوا سي ترونج دو سي تري دونجورو، قالوا قالوا شديد زوز توانسه يوسوسوني. قالوا شنو؟ قالوا اي نعم. منهم واحد جبدني واحد وقال لي جبدني واحد قال لي بليس ماهوش خير منك، حل وحدك ونعاونك. اسمع كلامي قالوا عم شفاتي. ظل لي عبد العزيز الخوجه ونحكي معاه في الحديث بصراحه قلت ايش قال؟ قال لي كلمه وحل. قال لي سامحني دكتور عبد الله المسرحيه بتاعك سرفالك نتاع الكلام الخايب الدنيا والخايب نتاعنا. قال لي سامحني المسرحيه كامله باش تحكي كان على الخايب نتاعنا العرب والمسلمين وتاريخنا. قال لي والباهي نتاعنا احكي لي. قلت له احكي لي عليها الباهي نتاعك. قال لي قلت له فوالا ترى مسرحية اسمها وفهمنا بعضنا. بصراحة باش نحكيو على الباهي نتاعنا، الناس ما نكتبوا على بعضنا، نحكيو على الباهي نتاعنا في بعضنا. الغرب اللي يحكم فينا اليوم، الناس اللي تبيع لنا في التكنولوجيا، الناس اللي هي تقرر نحن طالعين فوق ولا لا، الناس اللي عندها الورو نتاعنا، الناس اللي عندها الكرهب عندها التكنولوجيا، الناس باش يقول لهم شنو هو الباهي نتاعنا باش نحكي لهم عليه. فرجعوا لهم 500 سنة تالي ما كيلقاو اللي قبلوا قالوا لي نوحلوا. قلنا احنا عنا نحن ما نقاومنا منو نرجعوا له نبكيو على الاتلاف. نحن 500 سنه تالي كنا نحكموا في العالم، وعنا الخوارزمي، ونحن عملنا المات، وعملنا الخوارزمي، وعملنا الفلك، وخلقنا الصفر. بتعرف العرب خلقوا الصفر. قال لي هاك قعدتوا في الصفر طلعنا به للقمر، نحن الصفر ثم قعدتوا في الصفر. قلت شنو؟ قال لي نحن طلعنا للقمر ثم قعدتوا في الصفر عليه. قلت له مش كي ترجعوا تلقونا. حطوا تصور انت مروح من القمر ومش عارف روحك وين راسك. تصور توسي باركينج يخدم. راس مروح في القمر ونحن اريال اريال. اريال امريكان يا ريال اريال اريال يا بيم اريال. في بالك الشعب الوحيد اللي نجم يتجر على واحد يسوق في صاروخ وهو في الصفر يقول له يا بيم؟ نعم. قلت له الناس تقول له بيم انت في الصفر وهو يسوق في صاروخ. قال لي هذاك علاش بيم؟ خاطر يسوق في صاروخ وما يعرفش يعمل مارش اريال. نحن في الصفر ونسبوا فيه. نحن ما علمناش صغارنا لتوا اللي نحن في الصفر. اي تونسي توا تحكي معاه ماشي في باله اخبث واحد في العالم. ماشي في باله ذكي التونسي، تقول له ذكي بالثقه راهو ذكي في تونس. فما حتى واحد ينجم يفيري فيه ذكي معاك. ذكي ذكي. هكا هو مسيت. جربوا نشوفوا على ذكي يا بدي برا قال له جرب قال له ذكي ايش فيها. ذكي ولا تقول له ذكي؟ قول له كي تقول له توريني ذكي يوريك بيان سور يوريك سي دو براغماتيزم. شنو هو الذكاء؟ يقول لك ريت الباسنوات هذوما تخدم بهم السكان تاعي، ريت المونجاله في يدك السكان تاعي، ريت القمر الصناعي هذاك السكان تاعنا، ريت التليفون في يدك السكان تاعنا، ريت الكراهب والدنيا هذيك كل السكان تاعنا، ريت الدواء هذاك تشرب فيه هذاك السكان تاعنا، ونحن سكانا بالسكان. سكاي سكاي قول وريني سكاي. شنو هو نوريك سكاي؟ ما بعرف. حبيت نفهموا اللي الناس هذوما خويا اذكى منا ومش من توا هربوا بينا. يحكموا في العالم. قلت له نحن في الصفر يا معلم وذوكم وذوكم عام 69 وعام 50 طلعوا للقمره ونحن وقت بابا وبوك مازالوا يمسحوا برلم ويخلوا تحت شجر هما في القمره يقبل اليوم خير منا. تعرف جاوبني هذه من اسم جاوبها لك كنتوس اذا تخونسي تخلى معك في اللعبه هذه غادر احفر قول يا ربي هزني خير ما تجاوبنيش. الراجل في القمره تعرف قال لي؟ قلت له ذوما طلعوا للقمره شلقوا فيها. لا اله الا الله يا ربي هزني ردني بصر ردني فكرون مقلوب على ظهري وفيها وانا بين
زعما لعبها ذكي، نلقى روحي في لا ميم بوزيسيون، نعيش نمشي ونجي على فرنسا نخدم برشا، غادي نعمل سبيكتاكل نتعدى في لي ميديا نتاعهم، ما نجمش نسب بلادي كيما هنا هكا ننقد، غاديك ديما بلادي ما عليها حريه التعبير والدنيا. مره وحلت مع واحد في نفس الموضوع، قال لي نحن طلعنا القبره ثم قعدتوا في الصفر. قلت له عادش بيه. وبعد قال لي اسمع مش نحكي عليك الجرون تكنولوجي، مش نحكي لكم على الكراهب وحاجات نجموش تسمعوهم وبفلويات والدنيا وسواخ. قال لي قال حاجه، انتم العرب والمسلمين هكا تسبوا فينا، انتم تستعملوا في التكنولوجي بتاعنا كل صباح كبار صغار. قال لي قال حاجه تستعملوا فيها الانترنت، تستعملوا فيسبوك، تستعملوا في واتساب، تستعملوا في انستغرام وتسبوا فينا. قال لي كان قصوها عليكم تتوحلوا، ما عادش نجموا حتى تعيطوا على بعض. قلت له يا لا شنو هي المشكل؟ قلت له ما يقرحشمش، ما شمتش قلت شنو هي المشكل؟ قال لي اسمع تعرف شكون؟ قال لي العلماء بتاعنا. قال لي اللي اخترع انترنت واخترع فيسبوك اخترع انستغرام. قال لي فرخ عمره 30 سنه يحكم في العالم دا. قال لي سي لوم لو بلو ريش او موند ملي ارشيف بلياردير ولا. قال لي هذايا يحكم في العالم، قلت شنو نعمل له؟ قال لي هذايا اسمه مارك، شو اسمه هو اللي عنده فيسبوك؟ شنو هو؟ صحيت يا خام اسمه مارك زوكمبرغ. لا لا بربك الكبار ادعوا بيا قبل ما تدعي بيا، والله ها صغار يا ربي دور بوق قلب ورا السمي اسمه مارك زوكمبيرغ، تحشم منهم تنزل تقولها زوكمبيرغ، قولها صحيح ولا غلط. قولها قول. اعملوا عقل روسكم للكبار، حاسه ولا اسمه زوكمبيرغ عقلي. نعرف حاشمين هو ويك تساعدوا اسمه زوكمبيرغ، ما حشمش بيه هو اسمه حاشمه بيه انت. بلا حاشمين مسامي العباد. هو انا كان مت في شرفته وعيطوا عشان زوكمبيرغ معاك بابا زوكمبيرغ وحاسه زوكمبيرغ وانت كتساعدوا حاشمين بيه. يقصد باسمه زوكمبيرغ وش عمل له يحكم في العالم؟ وانت اسمك عبد الرحمن وما عملتش هيسا. يا شيخ يا خويا وانا قبيح، قلت له صفا صفا عاد معلم تقعد تشدي مارك زوكمبيرغ فهمناها اللعبه هذيا، قلت له فك عليك راني قبيح ما نحبش في بلادي. قال لي ليه مارك زوكمبيرغ؟ قلت له يا سيدي عيب روح حكيولك عليا ولا لا؟ قال لي عندنا مارك زوكمبيرغ. قلت له جبت روحك، عندكم مارك زوكمبيرغ، عندنا اقوى من مارك زوكمبيرغ، عندنا حكومه كامله زوكمبيرغ، عندنا وزاره الدفاع زوكمبيرغ، وزاره الدفاع زوكمبيرغ، وزاره الخارجيه زوكمبيرغ، وزاره الداخليه زوكمبيرغ، وزاره الصحه زوكمبيرغ، وزاره الطفوله زوكمبيرغ، وزاره الثقافه زوكمبيرغ، وزارة التعليم زوكمبيرغ واليوسف شاهد. خلي بعدين زوكمبيرغ والغنوشي زوكمبيرغ ونفرق. يا عمو يا عمو يا عمو يا عمو وكنت نقول لك حاجه معلم، حتى في الفيسبوك هذاك خذيناه وطورناه، نحن شعب طياره برشا. قلت له رديت الموسم وفي بعضنا رديناه في فيسبوك وبوك بالرقصه نتاع ولدي نمر الرقصه نتاع ولدي البوك، هاي حتى للقلب. قلت له حتى زوكمبيرغ اسلم نتاعنا وتقولوا فيها نقص. رجعوا لنا حقنا كما الصفر والماتيماتيك. قال لي كيفاه؟ قلت له قلت لك زوكمبيرغ، قلت له زوكمبيرغ اسم الحارق نتاع شكون؟ نتاعنا شكون الشعب هذا هي نتاعنا شكون نتاعنا؟ زوكمبيرغ اسم الحارق. بعد راسه في الجبل قال لي سلقا فيها تحبوا ذا شنو؟ باهي برشا من بعد السكتش هذايا يتسائلوا من بعد برشا سكتشوات نعملهم لي باساج بتاعي في التلفزه نفس الريفليكسيون في مخاخ التوانسه نقول لك هذايا سيرو طويل قد هكا وصيب علينا كي العيرود هاو قال زوكمبيرغ هاو قال دبي هاو قال شنو؟ ما دخلوش الحبس ما نجموش يفكوا له مسرحيته ويوقفوه ما هزوش للمحاكم تهنى مشيت لهم الكل وضحكت فيهم لكن ما لعبونيش هو علاش؟ برشا يقول لك قال لي فما مافيا وراها فما ناس وفما فلوس وفما قوات وفما تلابس، انا والله قسما عظما ورا ولادي عندي ربي والشعب التونسي الباقي الكل زوكمبيرغ. لكن هاي اللعبه هاي اللعبه هاو رمزي هل تعلم هنا تحيه خاصه لي صاحبي خويا هاي اللعبه يا رمزي هاو لي بورقيبه يعمل لك يا رمزي تبع عليا من السيف من اللعبة وين؟ اللعبة ماهيش الكلام الزايد وفكرت شنو زعم اخر صحك العباد وكل كلمة زايدة، لا، اللعبة أقوى من هكا، أنا ما نحبش تضحكوا عليها هذيا ما صب عليش عقلك، أنا ما نقولش كلام الزايد، أنا نقول كلام النقص ومخك الخامش يزيد. وأنا تركلا عندي بوتنسيال تاع مخ خامش عند الشعب التونسي
لا ينحيه يا رب. وقانونيا علاش ما وقفونيش انا؟ سهله ياسر، لانه حتى قانونيا جريديكمون قضائيا ما نقولش كلام زايد. معناها كي تجي تتبع انت ماشي تشكي بيا، زب ربي صور انت روم اي واحد ولا سيد مسؤول ولا مدير مهرجان ولا حتى بوليس ولا عبد منكم ما عجبتوش، انت وعايلته محترم حيت تلقص فلوس وبعد يسمع دب دب، شنو هذا البلاد؟ شنو كلمة احترام؟ يمشي المركز، هو المركز منقطع سلامة شبيك؟ شنو شكي تمشي لطفي لعبد الله؟ شبيك؟ الحقيقة معايا المرأة وشي مؤسف وعندي فيديوهات كنت تحب قدام الشعب التونسي بفلوسنا يقولنا دبي. لا اسمع ما فهمتك شنو الدب؟ شبيه دب ولا شكون فكر دب؟ ماشي شنو ماشي المركز تقول لهم سي لطفي العبد اللي سب دبي. سب لك دبك فك لك دبك ضربك بدب بدب وش عمل؟ وش عمل؟ حبوا نفهموا نحن. هاي تتعدى المحكمة، ريس المحكمة ما فيهاش لعب، شنو هي هذه حكاية دب؟ تعرف كيف؟ يا سي لطفي يا ودي خطيب. أنا نحكي على دبي نونوس. هو مشات في مخه دب ولا مانيش شنو هو الدب؟ كان نحكي على عندي دب موصف بيب وذا الروح بالبيلات يمشي جمعة ويسكت هكا هكا هو كل واحد كل واحد عنده قانونيا ما تهاش أمل. بس نعطيكم سكتش آخر حاروا فيه توانسة في الداخلية هبل نقول لك كيفاش مقفلوا المسرحية بالرسم نحكي معاه. مش انت بحثت في الارهاب على الكلام هذايا وبعد روحت انا كنت تعدى طول وقت سمير ديلو بتاع الصباع وما راه شيء وما لقاش الصباع وناس كل تسب قالوا لطفي لقيت لي وراه صبع ومن بعد جاو يشوفوا في الداخليه وشوف فوق قاش قلت له اعطيناكم صباع هذايا غبت يدي زاد اعطيتونا صباع الاخر الناس كل في مخاخهم شافوه الصباع وكيف ساعد وكيف ساعد بعد جاو يشوفوا ما لقاوش ودميل سمير قام نعطى الله عليك والدنيا قلت له ماهيش مسؤوله سبنيه اللي تسيها خمسه سوابع مبروك عليك انت والحكومه الاسبوع اللي اخترتوه. محمد كنت بحثت عليها هذيك في الارهاب صاحبي في العويل وبربي تزيد خمسها خمسها الحكومه اللي جايه جديده هذوما اللي انتخبوا رواحهم والرئيس جديد وكلهم بالباهي والخايب مبروك عليكم الصباع اللي اخترتوه خمسه خمسه تقول عليها برسمي نتكلم فيه الثانية لا بلوغراف عملت سوسين في سويكس البلايص كله تذكر وقت جات تونس هبلت المظاهرات هبلوا بغداد بعد الثورة ما كنا مقبوطين ما خرجناش حكيت على المظاهرة بتاع اللاي سيتي تقلبت عليها الدنيا العباد ضحكوا ضحكوا ناس كنت تسب فيها الدولة تذكر وقت المظاهرات خلينا نحط في الكونتكست وقت حكمت فينا النهضة هاك البلاد بتاع البنات الموديل بتاع تونس الموديل بتاع تونس كلهم تفاجئوا كل حد تخرج منين تدخل فرع عريان تمشي العرس تعمل سيجارو في كافيتيريا كلهم على صعدنا يا ماما انسى الجو انسى المنين يخلو فينا جماعة مول احياء انسى الجو ورني عرقي خلف 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 انسى ما عادش تتطلع عادش هكا الشعر مش تطلع دغام تفاجئوا حتى رجالهم تفاجئوا والرجال يحبوا يكحلوا في تحس فجأة تصور ما عادش فما فخاد ما عادش فما تكحيل عادش فما فكاح هبلوا صاحبي كرمزيل خرجت مظاهر ذكروها العالم كل صورها من باردو حتى لافينيو الاف خرجوا يعيطوا نحبوا دولة لايك نحبوا دولة لايك عرضوني في لافينيو في حومتي بطرف حنا تك راني غزرت كجميم ممكن تذكروا كيما تو شعره ابيض هكايا غزرت قال تيان لطفي العبد اللي سي ان ارتيست نو بوتر كو لايك الا دور لا لايسيتي جاوني عيطوا في وجهي نحبوا دولة لايك نحبوا تقول شنو عملت قال لي اجا معانا قلت له امشي لايك وحدك وبعد حكت حكت ودرت علي انا نطلع عليك عليه درت عليكم واحد واحد بدل الحروف انا لا بناء تحمل مسؤوليه التوتر تكذب عليا في الدنيا تخرج تبهبر ضميرك من التحري تعرف التونسي يخرج لازم تقول عليه هو يضحك الخامس اللي فيك يضحك يضحك وبعد لازمك تقول في الاخر نطلع عليه ضمير 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 يقول لك شنو يقول له نطلع عليه برا روح هاي حتى دينيا راهو وجالس وضحك وما عارفش معايا تو نجم نسلكها في الدنيا في الميديا سبوني نهار القيامة داخل وين ماشي للجنة هاي البت الحفل اللي بنام على عبد اللي
لك اليوم باش تولي جنجل هكا لازمك تكون تمكن من المسرح ماشي لعبه وتحب وتقدر جمهورك وتفهم من داخل كيفاش يخمم باش تفهم الشعب التونسي كيفاش يخمم مش سهله الشعب هذا صعيب ياسر لانك انت اليوم تتفرج بربي نحب ندافع على مهنه الفنان نحب ندافع على مهنه الممثل ما يسالش حتى في المسرحيه داخله في اللعبه اولا الشعب التونسي يحب هالمهنه نتاعي انا ويحب مهنه المنشور ما يقدرهاش لا بروف وزيت لا لكن علاش ما يقدرهاش بالنسبه ليهم 90% منكم انا مانيش قاعد نخدم قاعد عامل جو نفرق فيهم نضحك فيك ايش يقولوا راني رد بالك توا نخدم تيزي قال له نخدم يا عرفتني انت تخدم اللي احنا شنعملوا نكتبوا على السعد والدينا الكل مش قابلين لي هذه خدمه تجاري مش انتوما جاري 40 سنه يرا فيا كل يوم نمشي للمسرح ونجي هزاك اليوم خارج قال لي وين ماشي قلت له نخدم قال لي معاش تمثل بالرسم فما حاجه اخرى العباد يشوفوا فيا واحد توا هنا يقول لك صحه لي واحد وقالب الدنيا فليسات وشيلمهم الكل يروح لا صاحبي انا اليوم مانيش وحدي مينيموم معايا في الليكيب وهنا تحيه خاصه لهم 30 عبد يخدموا معايا عندك الحمايه عندك البوليسيه عندك السكيورتي عندك الناس اللي هي بالضرب بالصوم عندك الناس اللي تبيع في تساكر اللي هي بالمسرح عندك الناس اللي بعد انتم تروحوا باش ينموا الخمج هنا اللي صيفناه نحن وكل قلوب وكل خناقه وكل شو 30 عبد يخدموا 30 عائله وحاجه اخرى صح الضحك صعيب ياسر ومسؤوليه فيه وتنجم تتدقدق لازمك تضحك الشعب هذا خاطر كل واحد منكم يمشي في بيته قاعد يضحك فيه وحده انا مني مو عندي 500 عقليه هنا لك شيء الذكي الذكي اكثر مني التافه اللي قاري اللي عنده خلفيه سياسيه اللي عنده خلفيه دينيه مراه كبيره تعرف خير منا واحد قرون فرخ صغير ليس دوليسون عندهم جواخ لازمك تضحكهم بنفس السكيت كيفاش؟ لازمك تتمكن من ثلاثه حاجات سي رمزي هل تعلم؟ هل تعلم؟ اليوم يزمك تكون مهما كان ثقافتك ما يهموش المسرح يزمك معبي انا باك مونكات راهو تاش معناه باك مونكات الباك ريتو من بعيد توي يتعدى بحذايا لا عقل ولا عقل لازم نبقى طالب عقل رجع شيخ وزاره التعليم والتربيه انا مانيش بالحق راهو كلام فيك لكن لازم تتمكن من ثلاث حاجات اولا بسيكولوجيا علاش لازم تفهم الشعب التونسي كيفاش يخمم مونتاليتي نتاعو وين سوسيبتيبل وين يحس وين ما يحسش لازم تلعب معاه تثبت الخيوط الثانيه لا سوسيولوجي علم المجتمع خش دخلنا في علم المجتمع الانسان ابار هو يعرف يحكي ولغه دي كود سوسيو دي كود نتاعنا بعد ساعات ماشي في بالنا نحن كي الكره كي مثلا الكود تعرف معناها كود اسهل حاجه تستعمل فيه كل يوم في بالك كي تعمل براسك معناها ايجا ولا في فرنسا معناها راسك يوجع فيك الناس بنفس مش نفس لي كود مثلا عندنا فازه اختيار ياسر نعملوا فيها كانت عملها فرنسا يقتلوك مثلا هك معناها معبي يعني. قولوا شنو البارح لعبت لي هكا متك ما في فرنسا تعمل له هكا معناها بتشدوا بالسيف اذا فرنسا بتقول له يجيب لك الحاكم فانا عندنا فازه نعملوا فيها نحن الرجال يعملوها هذي كي تعملها في تونس يفهموه الكود واضح ريت كي واحد يحب يظهر روحه خامش في عركه باش يخافوا منه شو يعمل في عارف اش من تقدر ياب يعفو جابوا لي سامي وربطوني وجيب قال لهم شبيه قال لهم مين سموغ لا لونغ يعصف لسانه يضرب في راسه ويسب في امه وما يكملش كلامه زرقوني سي با لي ميم كود فهمت لغه لي كود فما دي كود تعرفهم ورسيل سي لا بلوز امبورتون تعصب واحد انثروبولوجي ما تخافوش انا بدي مش فاهم نحكي بصراحة، أنت علاش مش فاهمها؟ فهمها ما نجمش نفسرها لك. أنا مش نحكي حكاية طريفة صغيرة أو يعرفوني أنتوما حتى الناس تتبع فيا على انستغرام وفيسبوك. أنا عمري ما حكيت على عائلتي، مرتي ما يعرفها حد، ولادي عمرهم ما سمعنيش كي تصور تهبط وعائلتي فيديو. ديسكري في حياتي الخاصة. لكن أنثروبولوجي أنا مش مثقف مش قاري كيفاش عرفتها؟ عرفتها 13 سنة لتالي. سمعتها الكلمة توا فهمتها ما سمعتها. مرتي كي تعرفت عليها تعدي في الدكتوراه نتاعها اون انثروبولوجي في السربون في فرنسا. ايماجين انا وياها تقابلنا معناها انسان متخلف وانثروبولوج. انا حاسسها توا تقرا عليا انا حاسين 13 سنه تالي معناها انا ديجا في الفرنسي موان 50 مش كيما توا. هكا عرفتك اللي دوب ما تعرف طفله تحس فما حاجه هكا خطفت محلاها هويه تحس في العينين هكا تقول ظهر لي هذه لا بون بيرسون.
اي صحيح صحيح. يا اخي بديت كي قالت لي اشتعمل في الدنيا عجبتها، درت لها ضامر سمباتيك هكا، فعود قلها ممثل ونسكر فمي، بديت نفايس عليها خاطر سمعت تقرا في فرنسا. قلت لها اكتر دانسور كوريغراف هيموريست سينما، قالت لي مانيفيك. ديجا مانيفيك بديت نشك اش معناها، جيت نسبها وبعد قلت لي ظهر لي باهي مخي، قال لي ليه باهي يا مانيفيك، قالت بالتبسيمه. بعد قلت لها انت اشتعمل في الدنيا، قالت لي اتيديون. نورمالمون انت بي موقف في كلمه اتيديون، ديجا مخي شك في كلمه اتيديون. اتيديون تلميذه بانكا تخدم شنو اتيديون بطاله لوجيكمون اتيديون. بعد خط نورمالمون اتيديون توفى غادي، حبيت نوريها زعما انا فنان راقي نفهم في في ناس. قلت لها اون كوا فيش يا ربي، قالت لي انثروبولوجي. اه عرفت الان شنو هي هذيك؟ الان هذيك البهيم اللي فيك تكلم تحير، هذاك البهيم اللي فيك من داخل عرفت كي نعملوا اوه نحن توانسة، هذاك البهيم نتاعك من داخل يعمل حو 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 انثروبولوجي وسط تروحوا كي فهمت فما شوية بهامة حسيتني ما فهمتهاش. قالت لي تعجبك الانثروبولوجي؟ بيان سور باش تعجبني امي زاده تعمل انثروبولوجي في الدار، بابا يحب منه خير، لكن مخيبك تكذب كذبه ترجع لك راه سبحان ربي. الكذبه هذه رجعت لي بعد 10 سنين ما كذبت عليها، سبحان ربي ربي عاقب غير اللي ما يحبش الكذب. ولدي كبر توا عمره 4 سنين يا با لونتون، جاني يحب يفهم شنو هي خدمتي. خدمتنا صعيبه على الولد الصغار لانه ما يعرفش بالضبط شنو تخدم. انت مثلا ولدك تقعد تقول له انا نخدم في البنك عامين ثلاثه، يقول لك بابا في البنك، بابا بوليس، بابا سارق، يشدها. انا قلت له ممثل، مره بوليس، مره سارق، مره باندي، ما فهمش شيء. جاني كدا يكبر شويه قال لي بابا اش تخدم؟ قلت له ممثل، قال لي اش معناها؟ قلت له نضحك العباد ونبكيهم، قال لي معناها قرد. قسما من عظم حتى من ولدي توجع. وبعد خزر لي قال لي ماماش تخدم؟ انا يا زغل بنت.